برنامج FLTA بيقدم منح ممولة بالكامل للمدرسين والمهنيين في بداية حياتهم العملية إنهم يسافروا أمريكا لتحسين اللغة الإنجليزية وتطوير قدرتهم على التدريس وتعرفهم بالثقافة والمجتمع الأمريكي. اللي بيسافر على المنحة بيكون عنده الفرصة لدراسة مواد لها علاقة بأساليب التدريس ومجال دراسته من المجالات المقبولة والدراسات الأمريكية، بالإضافة إلى تدريس مواد باللغة العربية لطلبة أمريكان والمشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية كسفير للثقافة المصرية. البرنامج مفتوح لمدرسين اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أو كلغة تانية، الأدب الإنجليزي أو الأمريكي، الدراسات الأمريكية، اللغويات، الصحافة والإعلام، واللغة العربية كلغة أجنبية. عشان تكون مؤهل للتقديم محتاج تكون مصري الجنسية ومقيم في مصر، وتكون حاصل على شهادة البكالوريوس وعندك أقل من 7 سنين خبرة في التدريس. للتقديم على البرنامج لازم استكمال الأونلاين أبليكيشن، ولازم يتسلم معاه الشهادة وبيان الدرجات لدرجة البكالوريوس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 3 خطابات توصية، ولازم يتسلم كمان نتيجة لامتحان اللغة الإنجليزية من الامتحانات المقبولة المعلن عنها على موقع الهيئة، ولازم تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر والسيرة الذاتية وصورة شخصية. الامتيازات اللي بتقدمها المنحة هي تكاليف السفر من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، نفقات المعيشة، التأمين الصحي، النفقات الدراسية ومصاريف أخرى.